يعني شو بتشوف في هالصورة هالفيديو اللي بنشوفه على الشاشة الآن؟ طيب اليوم يعني الصورة واضحة تماما، وخلينا نسترجع دونالد ترامب الغضوب، دونالد ترامب بذيء الألفاظ، دونالد ترامب متحدث بلغة اللي بسموها الستريت لانجوج في الـ في الـ في, الـ في الإنجليزية، يعني في مقارنة ببايدن أو بأوباما مثلا احنا بسموها الايلتس لانجوج، يعني لغة عالية أو لغة راقية. دونالد ترامب يستعمل كلمات يعني عامية، العامة يستخدموها استهزائية بذيئة في بعض الأحيان، استهزأ باللوك تبع نانسي بلوسي، وكمان وصفها بالمجنونة وهذا طبعا أحسن. غير معتاد. يعني أحسنت. هنا أنا يعني أشكك في تغير دونالد ترامب، لأنه قد يكون لأنه نانسي بلوسي ودونالد ترامب هما يعني بينهما ما صنع الحداد، فقد يكون قد خرج عن الطور التمثيلي الذي يتقمص الآن بأنه هو الأب والجد والحفيد، ويبتعد عن البذاءة ويبتعد عن الغضب ويبتعد عن الوجه الغضوب، ويبتسم البسمة المسكينة بزم الشفاء وضم الحاجبين.